شهدت صباح اليوم جهة سيدي بوزيد حادثة أليمة تمثلت في انقلاب حافلة مخصصة لنقل المسافرين تابعة للشركة الوطنية للنقل بين المدن، كانت في طريقها إلى تونس العاصمة، وذلك على الطريق الوطنية رقم 3 وعلى مستوى مفترقي جلمة والسبالة. وتسبب هذا الحادث في أضرار مادية وإصابات بشرية في صفوف المسافرين. خبر مفزع استفاق عليه اليوم اهالي سيدي بوزيد في اول ايام العام الجديد، حيث شهدت الطريق الوطني عدد 3 انقلاب حافله نقل بين المدن من الحجم الصغير. تسبب هذا الحادث في اضرار ماديه واصابات بشريه في صفوف المسافرين الذين نقلوا الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، حيث تلقوا الاسعافات الاوليه. بالنسبه للمصابين وقع جلب تاعهم من طرف الحمايه المدنيه وسياره السمير 18 وبعد 5 اخرين جرحى. ثم بنيه برك حاليا باش تعمل عمليه جراحيه على الشفيه نتاعها من طرف طبيب العظم، والاخرين عملوا لي سكانير، عملوا لي راديو كل شيء ولاباس. معناها شيرسارج وكار صغير عاملين معبي في بعض على كذا. برا شوف الداخل. وبنيه مسكينه ملوحه انا قاعد وين انا كيف؟ نعم بنتي كي هكا ملوحه في الدار. فمي وجع فيا ويدي شوف. حتى بشيء كان كنا نقرا في السبيطار تضربت في راسي نعم بلودي تساوي خيطو اللي خرز في راسي. شنو حاسه؟ حاسه ضلوعي واجعتني. أسباب الحادث حسب رئيس وكالة الشركة الوطنية للنقل بسيدي بوزيد تعود إلى انفلاق إحدى العجلات. الحافلة هذه صغيرة تهز 26 راكب، الوقت الحاضر معناه المسجلين كلها 23 بركة بما فيهم مراقب وبما فيهم سائق الحافلة. بحول الله الأضرار الكبيرة جت في الكنترولور، عنده ضلوع وزوج ضلوع ولا ثلاثة ضلوع وكسر في كتفه، وبنية زادها باش تصير العملية والباقي كلها لاباس بحول الله. كلات موندورو من قدام. وتيرة حوادث السير في تونس تتصاعد باستمرار. النقل العمومي يتسبب سنويا في أضرار مادية وبشرية، مسألة تدعو بشكل عاجل إلى فتح ملف التجهيزات والافتقار إلى الصيانة المطلوبة وإلى شروط السلامة الضرورية.